الاعتمادية المتبادلة في العلاقات الاقتصادية، بمعنى اقتصاد يكمل اقتصاد، أو اقتصاد يستند أو يرتكز أو يعتمد على الاقتصادات الأخرى. مثلا اليوم أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، هذا راح يشكل قاعدة مادية تحتية لبنية العلاقات الاقتصادية الطاقوية بين العراق وبين الأردن، وعندما يمتد إلى مصر أيضا راح يطور هذه العلاقة المادية البنية التحتية للعلاقات الاقتصادية الطاقوية مع مصر. عندما نتحدث عن مدن صناعية على الحدود العراقية الأردنية، إذا هناك مصالح اقتصادية مشتركة، إذا هناك بنية تحتية لهذه الاعتمادية المتبادلة في العلاقات الاقتصادية، فيصير المسألة يعني فوق المصالح أو الاتجاهات السياسية أو الحزبية الفئوية الضيقة، تصير المسألة ترتبط بالمصلحة الوطنية للعراق، بمصلحة الأمن الاقتصادي للعراق، الأمن السياسي، الأمن الاجتماعي، الثقافي، التكنولوجي، أمن الطاقة. يعني بهذا المعنى احنا نرسي قاعدة إذا مادية لهذا التحول في الفضاء الجيوسياسي الجيواقتصادي بين العراق وبين مصر وبين المملكة الأردنية الهاشمية. المملكة العربية السعودية قوة عملاقة اليوم اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وسياسية، يقترب البي ام بي لها بتريليون دولار. اليوم السعودية هي ليست دولة بدو ورعيان، دولة للتطور التكنولوجي، الجامعات، العلوم، الإنتاج المعرفي، المدن الصناعية، يعني التطور التكنولوجي اللي نسميه الذكاء الاصطناعي، مدن الذكاء الاصطناعي اليوم بنيت في السعودية. نفس الشيء الإمارات، نفس الشيء قطر، نفس الشيء الكويت. إذا هذه الفرص المهمة ممكن تشكل عامل دفع وتطوير للعراق. إذا أي رئيس علينا نتواكب مع التطور، هذه النقطة الجوهرية، علينا نتواكب مع التطور. بالضبط.